السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، من هم الأخوان الذين تجب عليه زكاتهم تجب عليه نفقتهم؟ يعني أيوة، الأخوان من أبي وأمي اللي تجب عليه نفقة عليهم. يعني متى تجب النفقة منك على إخوانك؟ على أخواني، علما بأن والدي على قيد الحياة ممتاز ممتاز ممتاز. أولا يقول الشيخ بن باز: الوجوب فيه نظر، الوجوب فيه نظر، يعني ما نقدر نقول يجب عليك أنك أنت تنفق على إخوانك وإن كان الوالدان أحياء، هذه رقم واحد. إنما إذا فعلت ذلك فإن هذا يدخل من باب الفضل والإحسان، يدخل من باب الفضل والإحسان إن شاء الله عز وجل، يدخل من باب الفضل والإحسان. وأيضا يكون في من هم من أهل صلاة وصلاح، من أهل صلاة وصلاح. لا ينبغي أن يكون إنسان إذا أنفق عليه أخذ المال ودفعه في حرام كشرب مسكر أو شرب مفتر أو شرب دخان إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، من مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر، إذا كانوا، احنا قلنا ليس واجبا لكن يستحب لك، إذا كانوا أيضا فقراء لا مال لهم ولا كسب لهم ولا يستطيعون أن يتكسبوا، يعني واحد مشلول ولا واحد مثلا مجنون ولا واحد يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما إذا كان يستطيع العمل ويستطيع الوظيفة إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، لا، فهنا يجب عليه أن هو يقوم بإيش؟ أن يقوم بالعمل وأن يقوم بالكسب. وخير الكسب ما كان من كسب الرجل من عمل يده، من عمل إيش؟ من عمل يده. نعم شيخ، نعم حفظك الله. تفضل. حتى وإن كان سفيها بس من أجل اتقاء شره. كيف؟ يعني من أجل اتقاء شره، سفيها بس اتقاء شره يا شيخ. اتقاء شره يكون بالدولة، الحمد لله رب العالمين، يكون بإقامة بشكايته إلى السلطان، يتقى شره بشكايته إلى السلطان، لكن لما تعطيه هو سيزداد شرا في ذلك وابتزازا لك، ولا سيما إذا كان إنسان لا يصلي ويشرب المخدرات والمفترات وكذا. أما اتقاء شره يكون بالسلطان. نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. Oh yeah.